بنرحب بسيادتك النهارده وبالساده الضيوف في محطه عدلي منصور المركزيه التبادليه اللي تم تنفيذها في بفكر جديد في اطار الجمهوريه الجديده. الجمهوريه اللي زي ما سيادتك قلت اتولدت من رحم ثوره 30 يونيو. الجمهوريه اللي فيها كل حاجه جديده زي المحطه دي ما هي جديده فكر جديد. محطه عدلي منصور يا فندم تم تنفيذها في اطار خطه تطوير قطاعات النقل اللي سيادتك صدقت عليها، وكان اولها واهم محاورها هو تحويل وسائل النقل الجماعي في القاهره الكبرى كمرحله اولى الى وسائل نقل جماعي اخضر مستدام كهربيه صديقه للبيئه، وده اللي تم تنفيذه فعلا في محطه عدلي منصور. المحطه فنن فيها 7 وسائل نقل مره واحده، ودي تقريبا المره الاولى في العالم. احنا فنن عملنا بحث على كل المحطات المركزيه اللي في العالم كلها، كان اكبرها محطة في فرنسا فيها 4 وسائل نقل. احنا عندنا هنا 7 وسائل نقل منها 4 كهربية. اولها المبنى الرئيسي يا فندم اللي موجود داخله 3 وسائل نقل، خط سكك حديد القاهرة السويس اللي كان بيبدأ من منطقة عين شمس، وسيادتك وجهت ليه في اطار تخطيط منطقة مصر الجديدة كلها وانشاء محور الفريق عصار والفريق العرابي ومنطقة مصر الجديدة كلها، بنقله الى محطة عدلي منصور لفك منطقة الزحام المروري والكثافة المرورية اللي كانت موجودة في منطقة عين شمس، ثم استخدام المسار السكة الحديد كمحور مرور آخر في منطقة مصر الجديدة. الوسيلة الأخرى هي مترو الأنفاق، مترو الأنفاق اللي هو الخط الثالث اللي سيادتك شرفتنا بافتتاح المرحلة الثالثة من المرحلة الرابعة منه هنا في محطة عدلي منصور في 16/8/2020، وده أيضا كهربائي. الخط الثالث هو الـ LRT أو القطار الكهربائي الخفيف اللي سيادتك شرفنا النهارده بافتتاحه والبدء في تشغيله. دول 3 وسائل داخل المحطه المركزيه الرئيسيه، بالاضافه الى موقف للسوبر جيت الموجود على شمال حضرتك يا فندم. ده فيه 4 وسائل نقل. اول وسيله اتوبيس للاقاليم، ثاني حاجه اتوبيس كهربي ترددي من عدلي منصور المطار، الخط اللي سيادتك صدقت عليه بدل انشاء مترو انفاق مكانه ونوفر فلوسه. الوسيله اللي بعدها ايضا اتوبيس كهربي ويربط ما بين عدلي منصور وبين موقف السلام للاقاليم وموقف العبور الجديد. الوسيله السابعه وهي الاتوبيس الترددي السريع البي ار تي على الطريق الدائري اللي بيمر يا فندم اعلى الكوبري العلوي اللي موجود اللي لسه منشا وسادتك يعني يا دوب باركت لنا افتتاحه وتشغيله تجريبي يعني تقريبا من 2 أو 3 شهور. ثم بعد المحطه الرئيسيه ومحطه السوبر جيت فيها فن مجموعه من الانفاق عشان نربط هذه الوسائل كلها مع بعضها اللي بتنتهي بالقبه الزجاجيه اللي قدام حضرتك. مجموعه انفاق طولها 500 متر وكلها متهويه وكلها مؤمنه، بتربط كل المحطات ببعضها، مفيش فرد يا فندم هيمشي في المناطق الخضراء ولا على الطرق ولا حتى هيقطع طريق مصر الاسماعيليه الصحراوي اللي بيعبر منطقه المحطه بكوبري السلام او طريق سطحي. كل الناس هتتحرك يا فندم في انفاق سواء من المحطه الرئيسيه او للسوبر جيت او بموقف العربيات الخاصه اللي احنا ما نستناش نعمله يا فندم، عشان احنا دلوقتي يا فندم بنأهل مواطنينا على ان هم يعني نحاول نغير ثقافتهم ان هم يستخدموا وسائل النقل الجماعي بدل ما يركبوا العربيات الخاصه. هم جايز كانوا بيركبوا العربيات الخاصه نتيجه ان ما كانش في وسائل نقل جماعي يعني لائقه ومؤمنه وفيها رفاهيه. ان شاء الله يا فندم باذن الله احنا بنرغب اهالينا وهم باذن الله هيساعدونا، هيجي بعربيته الملاكي يركن فيه باركنج 260 سياره شمال الطريق، في نفق بيوصله من الباركنج ده حتى محطه سوبر جيت او المحطه الرئيسيه. في تقريبا يا فندم 10 افدنه من المناطق الخضراء وعناصر الاتصال. في مول يا فندم موجود، مول تجاري على 6 افدنه 3 ادوار، الدور الارضي منه برضو ايضا بناء على توجيه حضرتك بدروم جراج يسع 600 سياره لخدمة المول والمحطة والمترددين عليها، ثم دورين 2 دور تجاري.